كونفيجريشن اخر شابتر عندنا كمان اهي. الشيت بتاعه صغير تقريبا 8 مسائل بس، نقعد نقرا الفقرات الفقرة الثانية ان شاء الله. السؤال الاول بيقولك انت احسب لي الفيو فاكتورز اللي موجودة في الانكلوجر اللي قدامنا ده، اللي متكون من 2 سفير جوا بعض. انت عندك سفير اهي اللي هي الراديوس بتاعها R1، وسفير تانية اللي هي الراديوس بتاعها R2، والاتنين موجودين جوا بعض يعني على نفس السنتر بوينت. عايز احسب ايه؟ عايز احسب الفيو فاكتور بتاعهم هما الاتنين. هو قالك الفيو فاكتورز يعني عايز احسب الاف من 1 لـ2 او اللي احنا ساعات بنسميها F1 2، وعايز احسب كمان ايه الاف 2 1 اللي احنا بنسميها F2 1، صح كده؟ ايه هي الفيو فاكتور برضه افكركم بيه؟ والله لو انت عندك سطح مثلا بالمنظر ده، السطح ده مثلا اسمه سطح واحد وعندك كذا سطح حواليه، وليكن مثلا في سطح هنا مثلا بس انا انترستد بيه اسمه سطح 2. سطح رقم 1 ده بيطلع اشعاع في الراديشن بكل الاتجاهات، وليكن مثلا قيمته Q1، تمام؟ في شوية اشعاع منهم هيقعوا على السطح ده، هينزلوا عليه جايين من سطح واحد اللي تحت ده، اسمهم ايه؟ اسمهم Q2، نزلوا على 2 مثلا. فا ايه هي الفيو فاكتور ده؟ والله الفيو فاكتور ده هي الريشيو بتاعت Q2 على Q1، قد ايه من الهيت اللي خرجت من واحد راحت لـ2. طبعا لو كانت الفيو فاكتور دي بزيرو فما فيش اي هيت راحت من 1 لـ2، لو كانت الفيو فاكتور دي بـ1 يبقى كل الهيت اللي خرجت من 1 راحت لـ2، فاهم كده؟ عشان بفكركم بيه يعني. ماشي، وعايز الفيو فاكتور من 1 لـ2. زي ما انت المفروض خدت في المحاضرة ان انت في كده كام رول كده بنشتغل عليهم. اول واحدة فيهم حاجة اسمها السميشن رول، هي السميشن رول دي بتقول لك والله لو انت مثلا عندك انكلوجر بالمنظر ده او كافيتي مثلا بالمنظر ده، ده سطح اي مثلا، ده سطح واحد، سطح 2، سطح 3، سطح 4 مثلا، يبقى ده كده سطح اهو، وبعد كده ادي سطح اهو، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع، تمام كده؟ بيقول لك مجموع كل الفيو فاكتورز اللي جوه الانكلوجر ده. يعني ايه كل الفيو فاكتور؟ يعني مثلا لو السطح ده مثلا اسمه اي، فاي دي هتطلع ممكن لنفسها، يعني ممكن لو الاي دي كونكيف كده شويه فممكن هي تطلع من هنا تقوم نازله على الوش ده، بعكس لو كان هو فلات مفيش اي هيت ممكن تطلع تنزل على نفس السطح، بعكس لو كان ايه كونفكس بالمنظر ده مفيش اي هيت ممكن تطلع تنزل على السطح. فلو كان كونكيف كده زي ده فممكن هيت تطلع من مكان تنزل على نفس السطح تاني. فحاله جنرال ممكن يطلع هيت من اي تنزل على اي نفسها، ممكن يطلع هيت من اي تنزل على 1، ممكن يطلع هيت من اي تنزل على 2، وهكذا 3، وهكذا 4. بس اللي انا متاكد منه ان المجموعه اللي هينزل على اي زائد هينزل على 1 زائد هينزل على 2 زائد هينزل على 3 زائد هينزل على 4 كلهم لازم يكونوا بيساوي كام؟ اللي خرج. فلو جبنا الريشيو دي كلها لازم يكون مجموعهم كله بكام؟ كبرسنتج 1. فايه هي السميشن رول دي؟ بتقول لك مثلا لو احنا مثلا عندنا سطح مثلا متكون من 3 وشوش بس، 1 2 3 ده مقفول يعني، تمام كده؟ فاحنا بنقول ببساطة ان F11 زائد F12 زائد F13 بيساوي كام؟ بيساوي 1، يعني الهيت اللي خرجت من 1 ونزلت على 1 زائد اللي نزلت على 2 زائد اللي نزلت على 3 بيساوي كلهم كام؟ كبرسنتج بيساوي 1 100% يعني. دي السمشن رول. هنحتاج كمان في حل السؤال ده حاجة اسمها الريسبروكاتري رول، اللي هي ايه؟ لو احنا مثلا حسبنا F12 ده الهيت اللي خرجت من 1 راحت لـ2، هل هي F21؟ لا، ما بتكونش هي العلاقة بينهم ايه؟ بتبقى اريا 1 في F12 بتكون اريا 2 في F21، تمام كده؟ بالمعادلتين دول كده ممكن نحل المسألة دي ازاي؟ تعال نبص هو عايز ايه؟ هو عايز احنا عندنا سطحين بس، سطح واحد اهو وسطح 2 اللي هو من بره. طبعا هو مهتم بالهيت اللي خارجة من هنا ونازلة على الوش ده كده من جوه، مش مهتم ده كده كلها كأنها كورة ودي كورة بس ايه؟ بص مهم بالنسبه لنا الناحيه اللي من جوه فيها، وده مهم بالنسبه لنا الناحيه اللي من بره فيها، تمام؟ فلو جينا نبص على الفي فاكتور، انت عندكش غير 2 في فاكتور بس هنا، او يعني بمعنى صح عندك سطحين. فانت عندك ايه الفي فاكتورز الممكنه؟ عندك F11، ساعات بنكتبها كده ساعات بنكتبها F1 لـ1، وعندك F1 لـ2، وعندك F2 لـ1، وعندك F2 لـ2. هو عايز الاربعه دول وقال لك احسب لي الفي فاكتورز كلها. تعال نمسك اول واحد F11، تفتكر السطح الاولاني ده
في هيت ممكن تطلع منه وتنزل عليه هو نفسه تاني براديشن. طبعا الهيت بتمشي ايه خطوط، فممكن هيت تطلع كده وتنزل على نفس الحته تاني مستحيل، فمفيش حاجه اسمها اف واحد واحد، فدي بزيرو، فدي كده اول واحد عارف. طب بالنسبه اف واحد اتنين سهله، عشان انت تعرف ان السطح الواحد بس اللي هو رقم واحد ده يبقى اف واحد واحد زائد اف واحد اتنين بيساوي واحد، احنا بنقول ايه؟ ان الرقم الاولاني هو اللي بيكون ثابت معاك. اهو عندك كام رقم اولاني هنا ثابت؟ عندك ده ثابت وده ثابت، لكن الباقي دي كلها اتنينات فما ينجمعش عليها. ف اف واحد واحد زائد اف واحد اتنين بتساوي واحد، وده اوريدي بزيرو، يبقى كمان كده ايه؟ ان اف واحد اتنين بيساوي واحد. ادي اول حاجه معناها ايه المعنى الفيزيكال بتاعها؟ ان كل اللي بتطلع من واحد لازم تروح فين في الاخر؟ الاتنين. عشان كده اف واحد رايح على اتنين، الفي فاكتور بالنسبه لواحد لاتنين ب 100%. تمام كده؟ ماشي. الاتنين التانيين اللي هو اف اتنين واحد و اف اتنين اتنين، تفتكر اي واحد فيهم احسن ان احنا نجيبه؟ اف اتنين اتنين ده الهيت اللي خارجه من اتنين ونازله على اتنين نفسها تاني، صعبه، صعب ان احنا نحسبها، بس احنا ممكن نحسب اف اتنين واحد ده ازاي؟ مش انت حسبت اف واحد اتنين اهي طلعت معاك بواحد؟ طب ما اف واحد اتنين دي في اريا واحد هي هي اريا اتنين في اف اتنين واحد، معنى كده ان اف اتنين واحد هي عباره عن ايه؟ اف واحد اتنين في اريا واحد على اريا اتنين. اريا واحد دي السيرفيس اريا لكوره اللي هي باي ار واحد تربيع، ودي اربعه باي ار اتنين تربيع، صح كده؟ واف واحد اتنين معاك، يبقى انت كده معاك ايه؟ اف اتنين واحد كمان اهي جبناها. طب بالنسبه اف اتنين اتنين، عشان انت عارف ان اف اتنين واحد زائد اف اتنين اتنين بيساوي واحد، ودي معاك، يبقى انت كمان معاك. ده اول سؤال، احنا بس عشان ايه بنمرضك كده على شويه حاجات الفيو فاكتور دي. ده السؤال الاول. السؤال رقم ثلاثة برضه نفس الكلام، بيقول لك احسب لي الفيو فاكتورز منهم. انت عندك شكل عامل ازاي؟ عندنا تحت هرم، عندنا شكل بيراميد، القاعده بتاعته مربعه تمام، وموجود على اربع وشوش، يعني في اربع وشوش حواليه، الوش الاولاني، التاني اللي ورا، التالت اللي على الشمال، الرابع اللي في وشنا. وشاطر اللي تحت ده بنسميه هو سطح واحد تمام. هو بيقول لك عايزك تحسب ايه؟ عايزك تحسب الفيو فاكتور من السطح اللي تحت، الفيو فاكتور كلها بالنسبه للسطح اللي تحت. يعني هو لو سطح السطح اللي سميناه واحد، فهو عايز يحسب اف واحد اتنين واف واحد تلاته واف واحد اربعه واف واحد خمسه، دي كده كل الفيو فاكتورز اللي بالنسبه للسطح اللي تحت اللي هو اسمه واحد تمام. في بس قاعده انت قلت نستعملها زياده وهقرك بيها، حاجه اسمها السيمتري رول او السيمتريك رول. ايه هي السيمتري رول دي؟ مثال ليها ظريف كده كانت قالك في المحاضرة. لو انت مثلا عندك سطح بالمنظر ده، ده كده سطح من تحت نسميه مثلا سطح واحد، وعندك وحيطة كده واقفة هنا وحيطة واقفة هنا نسميها تلاتة واتنين. الحتتين دول شبه بعض بالظبط، هما سيمتريك، يعني سيمتريك في الشكل، ونفس الكلام برضو واقفين كده على زاوية هنا ايه 90 درجة بالنسبة للسطح اللي تحت. يعني لو جيت تبص له كده من الزاوية دي هتلاقيه حاجة بالمنظر ده تمام كده، والطول ده هو هو الطول ده، والاريا دي هي الاريا دي، يعني كل حاجه بينهم ايه سيمتريك. فمش شكل ده كده هتلاقي لو الهيت خرجت من واحد احتماليه ان هي تقع على اتنين نفس احتماليه ان هي تقع على ايه تلاته، يعني معنى كده ان اف من واحد لاتنين هي هي اف من واحد لتلاته. مش بس كده كمان، ده هتبقى اف من اتنين لواحد هي هي اف ايه من تلاته لواحد. الهيت لما تقع من ده لده نفس احتماليه الهيت تقع من ده لده، تمام كده ماشي. بالسيمتري رول دي كده لو جيت تبص على الشكل كده هتلاقي الاربع وشوش دول، الوش ده وده 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 اللي من ورا اللي هو الاربع وشوش بتاعت الهرم، هما سيمتريك بالنسبه لايه؟ للي تحت. يعني معنى كده ان الهيت ال واحد لاتنين هي واحد لتلاته هي واحد لاربعه هي واحد لخمسه، كلهم قد بعض. واحد لاتنين هي هي من واحد لتلاته هي هي من واحد لاربعه هي هي من واحد لخمسه. مش بس كده، دي المعادله الاولانيه. ايه المعادله الثانيه؟ ان انا اعرف السطح الاولاني اللي هو تحت ده اللي هو اف واحد واحد زائد اف واحد اتنين زائد اف اتنين واحد اسف تلاتة زائد اف واحد اربعة زائد اف واحد خمسة. كده انت جمعت كل الفيو فاكتورز اللي بقى بواحد، تمام كده؟ بيساوي كام في الاخر؟ واحد. طب اف واحد واحد دي بكام؟ ايه احتمالية ان هي تطلع من واحد وتنزل على واحد وهو هو تاني؟ لو جينا نبص، واحد ده سطح فلات، فمفيش اي فيت ممكن تطلع منه تنزل عليه هو تاني، لان هي بتمشي في خطوط مستقيمه، فكده يبقى اف واحد واحد دي بكام؟ بزيرو، مفيش ممكن تطلع على واحد تنزل على واحد تاني.
معنى كده ان المجموع دول كلهم بيساوي واحد، وانا عرفت من فوق ان هما كلهم ايه قد بعض. يبقى المعادلتين دول كده استفدت ايه؟ ان هما كلهم قد بعض اه، وفي الاخر خلاص بيساوي كمان كام؟ بيساوي ربع، لان هما اربعة ترمات، فيبقى ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع، تمام كده؟ طبعا المسألة دي ولا حاجة، المسألة بجد بقى اللي هي 5 6 7 8، فانا هحل معاكم 5 6 7 و8 هي نفس فكرة 7، تمام كده؟ مسألة رقم 5، نبدأ بقى المسألة بجد. عندك مكعب، المكعب ده ليه المفروض ان هو ليه 6 وشوش، تمام كده؟ بس كأورينتيشن هو قسمهم لثلاث مجموعات، مجموعة منهم اللي هي الوش اللي من تحت اللي هو ده، ومجموعة منهم الوش اللي من فوق اللي هو سماها كلها على بعض 2، ومجموعة منهم اللي هم الأربع والوشوش اللي على الجناب، تمام كده؟ اللي هم السايد سيرفيس، هو حتى سماهم لك ايه؟ سايد سيرفيس كلهم على بعضه، دول كلهم على بعض بكام؟ اللي هو سماهم 3، يعني 3 ده مش الوش ده بس، 3 ده كل الوشوش الأربعة اللي على الجناب دول. بعد كده قال لك التلاتة دول مديك التمرش بتاعتهم، دي مديك الـ2 بكام، والتي 3 بكام، والتي 1 بكام، طبعا كلهم بالكلفن اللي احنا شغالين كله بحاجات راديشن بالايه؟ بالكلفن. وقال لك المكعب ده 5 في 5 في 5 متر مكعب. واهم معلومه ان هو ادالك قال لك ان هم كلهم ايه؟ بلاك سيرفيس. بلاك سيرفيس هي بلاك بودي كده بالظبط، يعني الاميسيفيتي بتاعته بكام؟ الاميسيفيتي دي الهيت اللي بيطلعها بالنسبه لهيت البلاك بودي. طب هو اصلا لو كان هو نفسه بلاك بودي يبقى الاميسيفيتي بكام؟ 1. اي جسم تاني مش بلاك بودي فهو بيطلع هيت اقل من اشعاع البلاك بودي على نفس التمبريتشر، فبيكون ليه اميسيفيتي اقل من 1. طبعا احنا عارفين الكلام ده المفروض، يعني مطلوب منك ايه في السؤال ده؟ وطالب 3 حاجات. اول حاجه عايز النت ريت اوف راديشن من السطح اللي تحت بالنسبه للسطح السطوح اللي على الجناب. ليه سماها نت؟ لان احنا دايما عارفين في راديشن ان مفيش سطح بيطلع دايركت للتاني مره واحده. ايه اللي بيحصل؟ ان اي سطح فوق الزيرو كلفن بيطلع هيت، فالسطح ده ادام هو فوق الزيرو كلفن هيطلع هيت، والسطح ده ادام هو فوق الزيرو كلفن هيطلع هيت هو كمان، فده هيطلع هيت لده وده كمان هيطلع هيت لده. طب مين فيهم اللي هيطلع هيت اكتر للتاني؟ اكيد اللي عنده تمبريتشر اعلى، واللي ليه امسيفيتي اعلى والكلام ده كله. بس المهم كل المهم من ده كده قوي، لو هما كلهم بلاك بادي فهم اللي ليه تمبريتشر اعلى هيطلع هيت اكتر، فزي ما ده بيطلع لده وده كمان بيطلع لده، فاللي يهمني مش ده بيطلع قد ايه، لا بيهمني ده طلع قد ايه وخد قد ايه. يعني ده لو جينا نبص على المحصله في الاخر يهمني النت ريت، عشان كده دايما بيكون كل المطالب ايه؟ النت ريت النت ريت النت ريت وهكذا. انت دايما انت اي سطح بيطلع وبياخد فبيهمك، هو ما بيهمكش هو طلع قد ايه بس وخد قد ايه بس، لا هو بيهمك هو بعد ما طلع مثلا 10 وخد 2 فكانه هو طلع كام؟ طلع 8 ده اقصده يعني، ماشي. هو فهو بيقول لك ايه؟ عايز النت ريت بتاعت الهيت بالنسبه للسطح اللي تحت ليه السطوح اللي على الجنب، تمام كده؟ ماشي. ايه هي الكلام ده؟ او يعني خلينا عارفين في الاول ان انت لو عندك سطحين، السطحين دول ده بلاك بادي وده بلاك بادي، لو جينا نبص على الهيت اللي خارجه من واحد رايحه للتاني فبنرسم السيلمر سيركت ازاي؟ بنحط نقطه هنا اسمها ايه؟ اشعاع او الاميسيف باور للبلاك بادي 1، وده الاميسيف باور للبلاك بادي 2، وبيكون في بينهم ريزيستنس واحده بس اللي هي ايه؟ 1 على اريا في الفيو فاكتور. لو ده مثلا 1 و2 تبقى 1 على اريا 1 في اف 1 ل2، او 1 على اريا 2 في اف 2 1، لان احنا اتفقنا ان اف 1 و2 في اريا 1 هي اريا 2 في اف 2 1، دي قيمه الريزيستنس اللي في النص بنسميها ار 1 2. فبالنسبه للسطحين دول كده تبقى المنظر ده. فلو انت عارف ان الكيو هي النقطه اللي هنا ناقص النقطه اللي هنا فتبقى اي بي 1 ناقص اي بي 2 على ار اللي بينهم اللي هو كام؟ يعني دي كده بكام؟ سيجما تي 1 اس 4 الاميسيف باور للبلاك بادي الاولاني الاميسيف باور للبلاك بادي الثاني، صح؟ وار 1 اللي هي بكام؟ 1 على اريا 1 في الفي فاكتور 1 ل2. لو تيجي تبص كده المعادله دي كلها في الاخر بتساوي كام؟ هتبقى كيو اللي خارجه مثلا من 1 رايحه ل2 تبقى اريا 1 في اف 1 ل2 في السيجما في التي 1 اس 4 ناقص التي 2 اس 4. انا بس كنت بفكركم بالقانون ده، تمام؟ تعال بقى نرجع لسؤالنا تاني. سؤالنا ايه هو؟ ان انا عايز احسب الكيو، مطلوب ايه؟ عايز احسب الكيو اللي خارجه من 1 رايحه للوشوش اللي على الجناب. طب الوشوش اللي على الجناب دي رقمها كام؟ رقمها 3. يبقى انا عايز احسب الكيو اللي خارجه من 1 رايحه على كام؟ 3. القانون بتاعها ايه؟ تبقى اريا 1 في اف من 1 ل 3 في سيجما في التي 1 اس 4 ناقص التي 3 اس 4.
صح كده؟ تعال نشوف ايه اللي ما يعرفش معانا. اول حاجه اريا واحد زي كام؟ 5 في 5، لان هي قاعده في مربع سكوير 5 في 5. اف 1 2 3 اف 1 3 لسه ما جبتهاش. طب السيجما 5.67 في 10 اس ناقص 8. التي 1 تي 1 ب 800 كلفن اس 4، التي 3 ب 500 كلفن اس 4، هو اللي كان قايل لي تمام كده ماشي. يبقى انت ناس لك بس ايه عطلان على ايه؟ على اف 1 3 قد ايه الفيو فاكتور من 1 ل 3 تمام كده. طب تعال نشوف هنجيبه ازاي. بنجيبه ازاي؟ لو احنا عارفين ان اف 1 1 زائد اف 1 2 زائد اف 1 3 بيساوي كام ده؟ 1. طب تعال نبص على اف 1 1 ده الاول. اف 1 1 ده بكام؟ اف 1 ده مادام هو هو سطح فلات تحت كده، يبقى زي ما اتفقنا اف 1 1 بكام؟ بزيرو، لان مفيش في فاكتور من السطح لنفسه لو هو فلات بليت، فده كده بكام؟ بزيرو. طب تعال نبص على اف 1 2. اف 1 2 دي الهيت اللي خارجه من تحت طالعه لايه؟ لسطح من فوق. ده ليها تشارت، ليها تشارت نجيبه بيها. التشارت دي معاك في الفورمولا شيت هتلاقيها اهي. لو انت عايز تحسب الفيو فاكتور بين شكلين قدام بعض كده، فهو بيقول لك ايه؟ سمى لك كده شويه حاجات. الاول دي اريا 1 واريا 2، ال 1 وال 2 والديامتر. افتكر ان هو كان مكعب، فدي اسف مكان مش ديامتر سموه بعد اسمه دي. فدي هي هي ال 1 هي هي ال 2 هي كلها بكام؟ ب 5 متر. فلو جيت تبص تحت الاكس اكسس اللي هو ال 2 على دي، ال 2 هنا بكام؟ ب 5، ودي بكام؟ ب 5، فهو تحت ب 1. طب انهي كيرف من دول؟ الكيرف هو ايه؟ ال 1 على دي اللي هي برضه 5 على 5 ب 1. يعني انا اطلع من تحت ب 1 واخبط في الخط اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الواحد كده من الجنب هنا. فتلاقي النقطة دي خرجت معاك من هنا تخش شمال اللي هي بكام؟ ب 0.2. يبقى الفيو فاكتور من 1 ل 2 او من 2 ل 1 كده كده، لان همشي بالعكس نفس الاريا، يبقى في 1 2 هي هي في 2 1، الاثنين بكام؟ ب 0.2. تعالى نرجع كده تاني. يبقى من الشكل ده كده ان انا جبت ان اف 1 2 دي بكام؟ ب 0.2. هل انت عايز اف 1 2؟ لا، انا في الحقيقه عايز اف 1 3. خلاص ماشي، انت عارف ان 0.2 زائد حاجه بتساوي 1، يبقى اف 1 3 بتساوي كام؟ 8 من 10. بس ارجع عوض هنا ال 8 من 10 يطلع معاك ان الكيو من 1 ل 3 بكام؟ 394 كيلو وات. بس تعال نشوف المكتوب اللي بعده. احسب لي النت ريت برضو بس من البيز للايه؟ للتوب سيرفيس. ماشي يا عم، عايز يحسب الكيو من 1 ل 2 لان سطح فوق كان اسمه 2. فالكيو من 1 ل 2 في اريا 1 في اف من 1 ل 2 في السيجما في تي 1 اس 4 ناقص تي 2 اس 4. ده بكام؟ تي 1 ب 800 اس 4، تي 2 افتكر انت بتعوض بالكلفن ب 1500 اس 4، السيجما 5.67 في 10 اس ناقص 8، اريا 1 برضو 5 في 5. اف 1 2 هتلاقي نفسك حسبتها قبل كده بكام؟ 0.2. تعوض هنا هيطلع معاك بنيجاتيف 1319، لان كان من 500 اعلى من 800. يعني من الاخر الهيت جايه من 2 ل 1 مش طالعه من 2، اسف يعني جايه من 2 ل 1 مش طالعه من 1. النت ريت 1 بيطلع ل 2 و2 بتطلع ل 1، بس 2 بتدي 1 اكتر. ليه؟ لان هي ب 1500 ده عن 800 بس. 1319 جيلو وات. اخر مطلوب بيقول لك احسب لي النت ريت هيت ترانسفير من البيس سيرفيس وخلاص. لو عايز الكيو 1 دوت وخلاص، كيو دوت 1 وخلاص، كيو دوت 1 اللي هي خرجت من 1 عموما. فهو مجموع ثلاث حاجات اللي خرجت من 1 راحت ل 1، زي اللي خرجت من 1 راحت ل 2، زي اللي خرجت من 1 راحت لايه؟ ل 3. احنا دايما مهتمين بالاشكال اللي من جوه، مالناش دعوه من بره، من بره ده مالناش دعوه بيه، دايما بيكون انترست بالاشكال اللي من جوه. فدي اللي خرجت من 1 يا اما نزلت على 1 زي ما هي، يا اما على ال 2، يا اما على ال 3 فوق. طبعا بما ان الشكل الواحد تحت ده فلاب بليت، فهو مفيش هيت ممكن تطلع لواحد تنزل على واحد تاني زيه زي الفي فاكتور كده بزيرو. فتبقى كيو من 1 ل 1 بكام؟ بزيرو. تمام كده. الكيو من 1 ل 2 كانت معاك اللي هي نيجاتيف 1319، ودي معاك اللي هي بلس 394، يطلع معاك من ده بكام؟ نيجاتيف 925 كيلو وات. يعني من الاخر كده المحصله الهيت داخله لسطح واحد مش خارجه منه. ده السؤال رقم 5. السؤال رقم 6
بيقول لك انت عندك اتنين فلاب بريك كده قدام بعض. بس المواد ده كده ليه بقى emissivity؟ معنى ان هو ده emissivity ان هو مش بلاك بادي، صح؟ تمام، مديك الاثنين emissivity والاثنين temperature، فبقى عايز احسب الكيو اللي خارجه من واحد راحت الاثنين. تمام، ايه بس اللي يتغير معانا؟ اللي يتغير معانا تعالى نتكلم بقى على الحاله الجنرال، ان انا ممكن يكون عندي سطح كده هنا وسطح هنا، بس ما يكونش ده بلاك بادي وما يكونش ده بلاك بادي، يكون ده كده ريال بادي مش بلاك يعني. ساعتها هنتعامل معاهم ازاي؟ ساعتها هيكون في ثلاثة ريزيستنس بينهم مش ريزيستنس واحدة بس، كل سطح مش ريال بادي، كل سطح مش ريال بادي هيكون في ريزيستنس زيادة، اسمها ايه ريزيستنس دي؟ اسمها السيرفيس ريزيستنس. تمام، وسطح كمان مش بلاك بادي فهو ريال بادي، عنده سطح هو ايه؟ عنده ريزيستنس هنا زيادة. تمام، لما الريال بادي ده تعمل له الريزيستنس بتاعته هينزل على حاجة اسمها جي باسم البلاك بادي ده، يعني لو كان مثلا ده بادي واحد وده بادي اتنين، فيبقى دي كده ايه؟ جي اتنين وده جي واحد، اهي الجيتين دول بقى اللي بينهم الريزيستنس اللي احنا عارفينها من قبل كده، اللي هي واحد على اريا واحد في اف واحد اتنين، او واحد على اريا اتنين في اف اتنين واحد. تمام كده؟ طب قيمة الريزيستنس دي ايه؟ قيمة الريزيستنس دي ايه؟ دي بالمرة برضه بيسموها السبيس ريزيستنس. دي السيرفيس ريزيستنس دي قيمتها عاملة ازاي؟ قيمتها واحد ناقص emissivity اتنين على الاريا اتنين في emissivity اتنين، وده واحد ناقص emissivity واحد على الاريا واحد في emissivity واحد. معنى كده ان لو جيت تبص على كده على الشكل ده، لو هو بلاك بادي الاميسيفيتي بتاعته بواحد، هتبقى واحد ناقص واحد بتساوي زيرو، فمفيش ريزيستنس هنا. نفس الكلام الناحية التانية، فيكون عندك ريزيستنس واحدة بس اللي هي في النص، لكن لو هو ريال بادي ففي emissivity عندك، فتحط عوض في القانون. تمام، النقطة دي بتكون اسمها ايه؟ زي ما احنا عارفين قبل كده اللي هي اي بي اتنين، وده اللي هو ايه؟ اي بي واحد. لو جينا نرسم السيميلر سيركت، انت عندك هتبقى كيو من واحد لاتنين اللي ماشية من واحد لاتنين، هتبقى النقطتين اللي على الطرف اللي هو اي بي واحد ناقص اي بي اتنين على محصلة الريزيستنس اللي في النص كلها، اللي هي واحد ناقص emissivity واحد على الاريا واحد في emissivity واحد زائد واحد على الاريا واحد في اف واحد اتنين زائد واحد ناقص emissivity اتنين على الاريا اتنين emissivity اتنين. تمام كده؟ وما تنساش ان ده كده ممكن نكتبها ازاي، بدل ما هي اي بي واحد ناقص اي بي اتنين تبقى عاملة ازاي؟ تبقى سيجما تي واحد اس اربعة ناقص تي اتنين اس اربعة. ده القانون اللي احنا هنشتغل بيه لو احنا عندنا ريال بادي. تمام كده؟ طب لو انت عندك ناحية ريال واحنا وناحية بلاك، يبقى انت عندك اتنين ريزيستنس بس، وهكذا. هنا ما تنساش بس ان هو كان عايز ايه؟ النت ريت مش عارفين هيت ترانسفير كده بير يونت سيرفيس اريا، يعني اي اريا تقابلك حطها بكام؟ بواحد، لان هما ايه في الاخر؟ لارج بليتس، زي هو مكمل كده هنا انفينيتي، ومكمل كده هنا انفينيتي، مكمل انفينيتي، مكمل انفينيتي، مكمل اللي جوه كمان انفينيتي، فهو لارج بليت فهو مش مهتم بالاريا، فاي اريا تقابلك حطها بواحد. فنفس القانون ده كده، لما تحط كل الاريات دي كده بواحد وتعمل كمان اسامشن تاني، او مش اسامشن، هو حاجه حقيقيه، بيبقى ده كده فلاب بليت ومكمل الانفينيتي في كل حته، وده فلاب بليت مكمل في انفينيتي في كل حته. فلو جيت تبص على مثلا فيو فاكتور من واحد لاتنين، تفتكر قيمته بكام؟ ايه الهيت او كميه الهيت ممكن تطلع من واحد وتنزل على اتنين؟ هل اصلا الهيت عندها احتماليه بعد ما تطلع من واحد ان هي تنزل على حاجه غير اتنين؟ لان هي بتطلع في كتب مستقيمه، فما ينفعش تطلع غير من واحد غير وتنزل على اتنين، ونفس الكلام العكس. فهتلاقي ان اف واحد اتنين هي اف اتنين واحد هي بكام؟ بواحد. تمام، فانت هتلاقي ده واحد على واحد واحد، وهتلاقي دي الرقم ده كده، يعني لو جيت بسط القانون شويه تي واحد اس اربعه ناقص تي اتنين اس اربعه، ده فوق مفهوش مشكله. واحد ناقص emissivity واحد على emissivity واحد هيكتبه ازاي؟ واحد على emissivity واحد ناقص واحد، صح كده؟ طب وهنا بلس واحد، طب وهنا واحد على emissivity اتنين ناقص واحد. انا فكيت ده مع ده وده مع ده، تمام كده؟ هتلاقي ده راح مع ده، يبقى لك القانون الظريف اللي احنا بنقعد فيه على طول في الفورمولا شيت، هتلاقيه معاك تي واحد اس اربعة ناقص تي اتنين اس اربعة على واحد على emissivity واحد emissivity اتنين ناقص واحد، عشان بس هتلاقي الحاجة ده في الفورمولا شيت مرة واحدة أو في الموديل أنسر يعني، ما تتفاجئش. في الآخر هو ده القانون الأساسي اللي احنا بنشتغل بيه، ده القانون الأساسي. تمام كده؟ في السؤال هنا كان بيديني تي واحد بكام والتي اتنين بكام، والemissivity واحد كان مديك دي 0.2 والemissivity اتنين 0.7، وكان مديك او طبعا في انت تكون حافظ السيجما اللي هي 5.6710 ناقص 8، يطلع معاك من هنا ان الكيو ب 3625 وات لكل متر مربع. تمام،
ده السؤال رقم 6. ليفل الوحش بقى اللي هو مفيش حاجه خالص صعب منه في الشيت كله، اللي هو السؤال الجاي، عندك 3 سيرفس، والثلاثه سيرفس دول اتنين منهم ريل واحده منهم تراك، فهو عمال ينوع في المسافه. تمام، هو في الاخر عايز ايه؟ عايز يحسب النت ريت وفي ترانسفير من كل سطح، عايز يشوف كل سطح خرج منه قد ايه. ماشي، تعالى بس نشرح حاجه كده في الجنرال، حاجه في العموم قبل ما نحل السؤال. لو احنا عندنا 3 سطوح كده بالمنظر ده، سطح مثلا واحد، سطح اتنين، سطح تلاتة. سطح واحد ده لو انا اعرف عنه مثلا emissivity واحد بكام، واريا واحد بكام، والتي واحد بكام. سطح اتنين نفس الكلام، اعرف emissivity اتنين واريا اتنين والتي اتنين. سطح تلاتة نفس الكلام، اعرف emissivity تلاتة واريا تلاتة والتي تلاتة. ايه اللي هنعمله؟ تعال نرسم السمك فيت. احنا قلنا كل سطح مش ريال، يعني ايوه اسف، كل سطح ريال يعني اللي هو مش بلاك بادي، بيبقى ليه ريزيستنس زيادة عليه الاول. فهي نقطة واحد دي اللي هي اسمها اي بي واحد، اللي هو بيمثل سطح واحد او بيمثل تمبريتشر واحد، يعني اللي هي سيجما تي واحد اس اربعة، هيتزود عليه ريزيستنس زيادة اللي هي ايه؟ تنزله لجي واحد، وقيمتها ايه؟ واحد ناقص امسيفتي واحد على اريا واحد في امسيفتي واحد. تمام يعني كده؟ لغاية الموضوع ده. طب تعالى نبص على السطح التاني. السطح التاني مثلا تعالى نرسمه هنا بعيد كده، سطح اسمه اي بي 2 اللي هو بيمثل التمبريتشر 2، اللي هو قيمته ايه؟ سيجما سي 2 اس 4. طب وده سيجما سي 1 اس 4، ادام هو ليه امسيفتي فهنديله ريزيستنس كده تنزل لغايه جي 2 انما هو اي بي 2، يبقى اسمها ايه؟ 1 ناقص امسيفتي 2 على اريا 2 امسيفتي 2، صح؟ وعندنا سطح تالت كده تحت اهو اسمه اي بي 3 اللي هو قيمته بكام؟ سيجما تي 3 اس 4، في ريزيستنس كده زياده هنا تنزله لجي 3، دي جي مش تي، قيمتها 1 ناقص امسيفتي 3 على اريا 3 امسيفتي 3. اي ريزيستنس فيهم او اي سطح فيهم بلاك بادي هتلاقي الامسيفتي بتاعته بواحد، فالريزيستنس دي مش هتكون موجوده. تمام كده؟ بين كل جي وجي بقى في ايه؟ السبيس ريزيستنس بتاعتنا اللي هي مثلا بين 1 و 2، هتلاقي عندك هنا في ريزيستنس اسمها ايه؟ ار 1 2 او ار 2 1 مش تفرق معاك، اللي هي قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد على اريا 1 اف 1 2 او 1 على اريا 2 اف 2 1. طب وبين ده وده؟ بين نقطه 2 و 3 هتلاقي ريزيستنس اسمها ايه؟ 2 3. قيمتها بكام؟ 1 على اريا 2 اف 2 3 او 1 على اريا 3 اف 3 2. طب وبين ده وده؟ هتلاقي ريزيستنس زياده اللي هي ايه؟ 1 على اريا، ده بين 1 و 3 تبقى 1 اف 1 3 او 1 على اريا 3 اف 3 1، اللي هي ريزيستنس كام؟ من 1 ل 3. تمام كده؟ دي كده اشكال الريزيستنس. في الاخر احنا بنكون عايزين نحسب ايه؟ هيت. فبنعمل ايه؟ فاكرين الكلام ده بالظبط كده شبه المش والنودل في السيركتس، لو دي كده دلتا وستار والكلام ده. طب هنعمل ايه؟ تعال نفرض اتجاهات هيت، نفرض مثلا اتجاه هيت مثلا عامل كده زي ما انت عايز. هفرض ان الهيت هنا ماشيه كده بتاعت سطح واحد، والهيت هنا مثلا ماشيه كده بتاعت سطح اتنين، والهيت هنا مثلا ماشيه كده بتاعت سطح تلاته. فرض، ما يهمنيش الفرض ده يكون صح او غلط، وفي الاخر حتى يعني مش هعدله، في الاخر هيطلع لي اشارته سيبها له زي ما هي حتى ما ترجعش تعدلها تاني. هنا برضه نفرض جوه الاتجاه زي ما احنا عايزين، نفرض ان دي كده كيو واحد اتنين واحد تلاته، وتعالى مثلا نفرض ده عامل كده كيو واحد اتنين اللي هو رايح من واحد لاتنين، ونفرض ده مثلا عامل كده اهو كيو اتنين تلاته او تلاته اتنين بقى المره دي اللي هي خارجه من تلاته رايحه لاتنين. تمام كده؟ مش هيفرق انت عندك كلهم داخلين نفس النقطه او كلهم خارجين من نفس النقطه، افرض اي حاجه مش فارقه. نحل ازاي بقى؟ انا في الاخر عايز اجيب قيمه الكيو واحد والكيو اتنين والكيو تلاته. خليك كده متفق معايا، او هقول لك حاجه من غير ما تسالني ليه، هبان كمان شويه. اهم حاجه تجيبها تجيب لي قيمه الجي تلاته والجي 2 والجي 1، لو جبتهم مسالتك بتخلص. يعني انت دلوقتي ايه؟ احنا متفقين ان انا عايز اجيب ايه؟ كيو 1 وكيو 2 وكيو 3. او كمان كيو 3 ل 2 وكيو 1 ل 2 وكيو 1 ل 3، اجيب كل حاجه. عايز تجيب الكلام ده كله هات لي قيمه الجي 1 والجي 2 والجي 3. لو جبتهم مسالتك بتخلص. طب تعالى دلوقتي نكون كان هدفنا عايز نحسب جي 1 وجي 2 وجي 3. نعمل ايه؟ ثلاث مجال، يبقى احنا محتاجين ثلاث معادلات. ايه هم الثلاث معادلات بتوعنا؟ كل نود زي كده طبق عليها النودل،
ايه هي النودل دي؟ فاكر لما يكون عندك في السيركتس كده بيكون عندك في نقطة في النص بتقول الكرنت اللي داخل بيساوي الكرنت اللي خارج منه، مجموعهم داخل بيساوي مجموعهم خارج. طب هنعمل ايه؟ يبقى مش كده كده ان الكيو اللي كانت داخله هنا كيو واحد هتساوي كيو واحد اتنين زي كيو واحد تلاتة، لان انا كنت فرض الكيوات ايه خارجة. اهم حاجة بس تثبت الفرض بتاعك، ما ترجعش هنا تفرض ان هو داخل وانا هتبدأ مخرجه، يعني خلي رسمتك مرسومة كده زي ما هي. فمثلا عند الأولانية دي هتلاقي كيو واحد بتساوي ايه؟ كيو واحد اتنين زي كيو واحد تلاتة. تعالى اكتبها، كيو واحد بتساوي كيو واحد اتنين زائد كيو واحد تلاتة. هسيبها كده طبعا، عوض بقيمة الكيو واحد دي بتساوي كام؟ قيمة الكيو واحد بتساوي كام؟ قيمة الكيو عموما في أي حتة هي نقطة في الأول ناقص نقطة في الآخر على قيمة الريزيستنس اللي في النص. طب النقطة اللي في الأول دي بكام؟ بسيجما تي واحد أس أربعة أهي. طب النقطة اللي في الآخر جي واحد، يبقى ناقص جي واحد على قيمة الريزيستنس اللي في النص اللي هي كام؟ واحد ناقص إميتيفيتي واحد على الأريا واحد في إميتيفيتي واحد. ده كده كيو واحد كلها بتساوي كيو واحد لاتنين. تعال نشوف كيو واحد لاتنين دي فين. كيو من هنا لهنا تبقى جي واحد ناقص جي اتنين على ار واحد اتنين، تبقى جي واحد ناقص جي اتنين على ار واحد اتنين اللي هي واحد على اريا واحد في اف واحد اتنين او اريا اتنين في اف اتنين واحد، مش لازم يكون هو المكتب، زائد كيو واحد لتلاتة. الكيو اللي خرجت من واحد راح على تلاتة يعني ماشي في الاتجاه ده، تبقى جي واحد ناقص جي تلاتة على ريزيستنس في النص اللي هي دي، تبقى جي واحد ناقص جي تلاتة على ريزيستنس في النص اللي هي ايه؟ واحد على اريا واحد اف واحد تلاتة. دي كده أول معادلة. نعمل نفس الكلام ده للاتنين نود التانيين، يعني تعالى مثلا ندي مثال، تعالى ناخد النود دي، النود دي ايه داخل لها؟ صراحة التلاتة داخلين، يبقى مجموعهم من التلاتة في الآخر فاضل بيساوي صفر. مش انت بيكون اللي داخل في ناحية ولا اللي خارج في ناحية، في الناحية التانية أو في الطرف التاني، هنا اللي كان داخل في الليفت هاند سايد واللي كان خارج في الرايت هاند سايد. طب لو كانوا كلهم داخلين يبقى كلهم في الليفت هاند سايد، يبقى كام في الرايت هاند سايد؟ زيرو. فبمعنى دي كده ان كيو 2 زائد كيو 1 2 زائد كيو 3 2 بيساوي كام؟ زيرو. طب كيو 2 دي بتساوي كام؟ اي بي 2 اللي هي في الاخر برضه بتساوي كام؟ سيجما تي 2 اس 4 صح؟ ناقص ها جي 2 على ار 2 اللي هي 1 ناقص ام زد 2 في اريا 2 ام زد 2. ده كده الكيو اللي جت من هنا. طب الكيو اللي جاي من هنا اللي هي كيو واحد اتنين اللي هي هتبقى كام؟ جي واحد ناقص جي اتنين على واحد على اريا واحد في اف واحد اتنين. طب الكيو اللي جاي من تحت جاي من عند تلاتة، من تلاتة اتنين تبقى جي تلاتة ناقص جي اتنين على واحد على اريا تلاتة في اف تلاتة اتنين تساوي زيرو. ودي المعادلة التانية، والمعادلة التانية التالتة برضه تكتبها، هتلاقي الثلاث معادلات دول مفيش حاجة فيها مجهولة غير الجهات بس، الجي واحد والجي اتنين والجي تلاتة. هتلاقي قيمة التمبرتشرز كلها معاك، قيمة الريزيستنس والجي فاكتور كلها هتجيبها انت، الكلام ده كله انت هتحسبه في الأول. فمنه هتقوم جايب قيمة الإيه؟ الجي واحد والجي اتنين والجي تلاتة. ليه أنا بقول لك لو أنت جبت الجي واحد والجي اتنين والجي تلاتة مسألتك بتخلص؟ تعال هات أي حاجة أنت عايزها، هات لي شاور لي على أي كيو هنا أنت عايز تحسبها. وليكن مثلا الكيو دي، عايز أحسب كيو تلاتة. كيو تلاتة دي بتساوي كام؟ ها تبقى سيجما تي 3 اس 4 ها ناقص جي 3 على ار 3 اللي هي الريزستنس دي. فالكيلو خارجة دي يعني النقطة دي ناقص النقطة دي على الريزستنس في النص. عايز تحسب كيو 1 ل 2 تبقى جي 1 ناقص جي 2 على الريزستنس في النص اللي هي هنا، وهكذا. أي حاجة أنت عايز تحسبها بتيجي بعد ما جبت الجهات. تمام كده؟ ده بالنسبة للشرح. تعال نشوف مسألتنا نفسها. تعال نرسم سيميلر سيركت، احنا برضو عايزين نحسب ايه في الاخر ما ننساش، عايزين نحسب الكيو اللي خرجت من كل سطح اللي هي الكيو واحد والكيو اتنين والكيو تلاتة. تمام كده؟ ماشي. تعال نرسم سيميلر سيركت. قال لك سطح اتنين او سطح واحد الاول هو ليه ايميسيفيتي، وسطح اتنين ليه ايميسيفيتي،
سطح 3 سطح ايه؟ بلاك، ملوش انفيزيبيلتي. فبالنسبه لسطح 1 بما ان هو ليه انفيزيبيلتي فهو مش بلاك، تحط له نقطه كده اللي هي اسمها سيجما في تي 1 اس 4، وازود له ريزيستنس اللي هي ايه؟ تنزل له لغايه الجي 1، ويبقى كاونتر ريزيستنس دي اللي هي 1 ناقص انفيزيبيلتي 1 على اريا 1 في انفيزيبيلتي 1. تمام كده؟ ماشي. السطح التاني هو ليه انفيزيبيلتي فهو حقيقي، هو كمان مش بلاك بادي. فالسطح التاني ده اهو ليه سيجما تي 2 اس 4 وليه ريزيستنس كده هنا بتنزله لجي 2، كومنت ريزيستنس دي ايه؟ 1 ناقص انفيزيبيلتي 2 على اريا 2 في انفيزيبيلتي 2. تمام كده؟ ده كده بينهم ايه؟ ار 1 2 اللي هي 1 على اريا 1 اف 1 2. تمام كده؟ ماشي. بالنسبه للسطح اللي تحت بقى، السطح اللي تحت بقى فيه ايه؟ سيجما تي 3 اس 4، المفروض ان هو بلاك بادي، صح؟ بلاك بادي ده ملوش ريزيستنس، يعني لو جيت تحط كده هنا ريزيستنس تديك هنا ايه؟ جي 3، تكون الريزيستنس دي اصلا مش موجوده. ليه مش موجوده؟ لان هي قيمتها بكام؟ 1 ناقص امثله 3 الحاله جنرال، 1 ناقص امثله 3 على اريا 3 امثله 3. امثله 3 اصلا بكام؟ السطح ده 3 ده سطح بلاك، يعني امثله 3 ب1. فتيجي تعوض هنا 3 دي بقت بكام؟ بقت بزيرو، معنى ان الريزيستنس بالنقطتين بزيرو، ان النقطه دي هي النقطه دي، فهتلاقي ان سيجما تي 3 اس 4 هي جي 3. تمام؟ فانت خليها مرسومه كده بس تكون عارف ان سيجما تي 3 اس 4 هي جي 3. دي المعادله الثالثه يعني. ماشي. تعالى كده بقى نكتب كده هنا ريزيستنس كده هنا اللي هي 1 على اريا 2 اف 2 3، وهنا نفس الكلام برضو 1 على اريا 1 اف 1 3. تمام. تعالى نفرض اتجاه كيوهات، افرض اتجاه كيو هنا عامل كده، وافرض اتجاه كيو هنا مثلا عامل كده 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 كده، بس مع ان الفرد مش شايفيني في حاجه قوي يعني. ماشي. بعد ما نرسم اتجاهات الكيوهات هنعمل ايه؟ تعال نرسم، نكتب الثلاث معادلات بتوعنا. ايه هم الثلاث معادلات بتوعنا؟ اول معادله للنقطه دي بتقول ايه؟ معادله النقطه دي بتقول لك ان كيو 1 اللي هي دي قد كيو من 1 ل 2 زائد كيو من 1 ل 3، يبقى كيو 1 هي كيو من 1 ل 2 زائد كيو من 2 ل 3، تبقى سيجما تي 1 اس 4 ناقص جي 1 على 1 ناقص انفيزيبيلتي 1 اريا 1 انفيزيبيلتي 1 بيساوي كيو 2 بكام؟ كيو من 1 ل 2 تبقى جي 1 ناقص جي 2 على 1 اريا 1 اف 1 2، جي دي ناقص الجي دي على الريزستنس اللي في النص، زائد كيو 2 ل 3 اللي هي جايه لها من 2. هنكتب النقطة دي يبقى من 1 ل 2، من 1 ل 2 ومن 1 ل 3 اللي هي جي 1 ناقص جي 3 على 1 على اريا 1 اف 1 3. هتلاقي ان انت المعادلة دي بغض النظر على في فاكتور اللي احنا هنقعد نلعب بالقوانين لغاية ما نجيبهم، كده كده هو مديك الاريا كلها لان هو مديك الابعاد، يديك الريوس ده بكام، ار نوت بكام، ومديك الاتش بكام، ده بواحد متر ده بواحد متر، ومديك التي واحد بكام وكل حاجة. فانت المعادلة دي مجهولة في ايه؟ في الجي واحد والجي اتنين والجي تلاتة. ادي المعادلة الأولانية. المعادلة التانية بتقول لك ايه؟ النقطة التانية اللي هي دي، ان كيو اتنين هي عبارة عن ايه؟ دي نسميها كيو من اتنين لتلاتة. كيو اتنين دي دخلت النود، وكيو واحد اتنين دخلت النود، والاتنين خرجوا بكام؟ كيو اتنين تلاتة. يبقى المعادلة التانية بتقول لك ايه؟ ان كيو 2 زائد كيو من 1 ل 2، الاثنين مع بعض خرجوا ايه؟ كيو من 2 ل 3. طب كيو 2 بتساوي كام؟ اللي هي سيجما تي 2 اس 4 اللي هي النقطه دي ناقص الجي 2 على 1 ناقص انفيزيبيلتي 2 اريا 2 انفيزيبيلتي 2 زائد كيو من 1 ل 2 اللي خرجت من 1 رايحه على 2 اللي هي جايه من هنا كده، اللي هي جي 1 ناقص جي 2 على اريا 1 اف 1 2. لو نفس الترمات دي كده، نفس الترمات دي تبقى جي 1 ناقص جي 2 على 1 اريا 1 اف 1 2 بيساوي كيو من 2 ل 3 اللي خرجت من 2 راحت ل 3 اللي هي ايه؟
في الاتجاه ده، تبقى جي 2 ناقص جي 3 على 1 اللي هي 2 اف 2 3، تبقى جي 2 ناقص جي 3 على 1 على اريا 2 اف 2 3، ودي المعادله الثانيه مجهوله برضو في الجي 1 وجي 2 وجي 3. المعادله الثالثه للنود الاخرانيه دي، واتفقنا بما ان الريزستنس دي بزيرو يبقى منها ان السيجما تي 3 هي هي جي 3. ادي المعادله الثالثه، سيجما تي 3 اس 4 هي هي ايه؟ جي 3. ادي المعادله الثالثه. يبقى ثلاث معادلات في ثلاث مراجيل تجيب لي قيمه الجي 1 والجي 2 والجي 3. الجي 1 تطلع معاك تمام كده، كده معاك ايه؟ قيمة التلات جهات. تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ عايزين نحسب كيو واحد وكيو اتنين وكيو تلاتة. تمام. هي الكيو اللي خرجت من واحد دي، سبب من الاتجاهات انت كنت فرضها دي، خلاص جبنا الاتجاهات، جبنا القيم الصح اللي هي جي 1 وجي 2 وجي 3. سيبك من قيم الاشكال الكيهات دي، الكيو المفروض اللي خرجت من واحد في الاخر لو واحد مثلا وليكن ده، هتروح لفين؟ هتروح لده ولده اللي تحت، صح؟ طب الواحد راحت للناحيه دي قيمتها بكام؟ قيمتها جي 1 ناقص جي 2 على الريزيستنس دي، صح؟ واللي راحت الناحيه دي اللي هي كيو 1 3 وهكذا، اللي هي تبقى جي 1 ناقص جي 3 على الريزيستنس دي. يبقى من الاخر كده الكيو اللي خرجت من واحد هي عباره عن 2 كيو، واحده فيهم بجي 1 ناقص جي 2، جي 1 ناقص جي 2 على الريزيستنس دي اللي هي واحد على اريا واحد في اف واحد اتنين، زائد جي واحد ناقص جي تلاتة على الريزستنس دي اللي هي واحد على اريا واحد اف واحد تلاتة. خد بالك من حاجة، انت عشان تجيب اصلا قيمة التلات جهات دول لازم تكون حددت الاريا والاف، فانا هعلمك في الاخر ازاي تحسب قيمة الاريا والاف، بس بفضل ان انا حليتهم. يعني هيطلع معاك دي كده بكام؟ 27.6. طب كيو 2، كيو 2 دي اللي خرجت من هنا فهي راحت هنا وراحت هنا، كده كده انا بقول دايما ان هي خارجه منها، وشوف قيمتها تطلع بوستيف ولا نيجاتيف. تمام، يعني هو القانون نفسه اللي يقول لك هيبقى طالع بوستيف ولا نيجاتيف، فراحت لده وراحت لده. طب لما راحت لده بقت جي 2 ناقص جي 3، اسف جي 2 ناقص جي 1 على الريزيستنس دي، تبقى جي 2 ناقص جي 1 على الريزيستنس دي اللي هي 1 على الاريا واحد اف واحد اتنين، زائد اللي نزلت لتحت، نزلت لتحت هنا تبقى جي اتنين ناقص جي تلاتة على الريزستنس دي. اريا اتنين اف اتنين تلاتة تطلع معاك دي بكام؟ بنيجاتيف 2.13. معنى كده ان الهيت ما خرجتش من اتنين، الهيت راحت لايه؟ لاتنين، ما انت كنت فرضها ان هي خارجة. كده بقول لك ما تفرقش معاك حاجه، هو القانون نفسه طلع لك البوستيف والنيجاتيف. طب كيو 3 الهيت اللي خرجت من 3 هنفترض برضه ان هي راحت لده وراحت لده، تبقى جي 3 ناقص جي 2 وجي 3 ناقص جي 1، تبقى جي 3 ناقص جي 2 على اريا 3 اف 3 2، زائد جي 3 ناقص جي 1 على اريا 3 اف 3 1. هتطلع دي معاك بكام؟ نيجاتيف 25.5 في الوقت. طبعا مجموعهم كلهم لازم يكون بصفر لان هو في الاخر انكلوجر، اللي طلعت من ناحيه وراحت للتاني او راحت للتالت لازم يكون مجموعهم في الاخر خلاص كلهم بكام؟ مفيش هيت خرجت من براها،
فالخرج من واحد وراح للتاني يكون محاصرتهم كلهم في الاخر خاص بكام؟ يعني لو انت عندك سطحين بس كده قدام بعض، فاللي خرج من ده لازم يكون قد الايه اللي راح من ده. طب لو عندك 3 سطوح يبقى النت بتاعهم هم 3 مع بعض لازم يكونوا بزيرو. ماشي، ازاي بقى نجيب اف 1 2 واف 2 1 2 3 واف 1 3 والكلام ده كله؟ انا دلوقتي انا حليت المسألة دي، انا كده خلاص خلصت السؤال، حليت الواقع يعني جبت المطلوب خلاص. بس انا كان مهم عندي ان اعلمك ازاي ترسم سيلفر سيركت. طب بقى الحاجات بقى اللي هي ازاي اجيب الاف 1 2 والكلام ده كله، دي كلها من التشارت. اول حاجه احسب كل الاريات، انت عندك كام سطح؟ عندك 3 سطوح. اريا واحد هتكون هي اريا كام؟ اريا واحد هي اريا كام؟ اريا اتنين اللي من تحت. اريا واحد هي اريا اتنين هي باي على 4 الديام ده تربيع. هو كان مديك راديوس، راديوس بواحد متر، يعني ده كده كله 3.14 متر مربع. تمام كده؟ ماشي. اريا 3 اللي هي من جنب هنا، سيرفيس اريا الاسطوانة، دي باي دي ال، باي في الدي في ال، وهو كان مديك الار بواحد وال ال كمان كانت بواحد، يطلع معاك من دي 6.28 متر مربع. فده كده اول خطوه. تعال نشوف احنا محتاجين انهي افات. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين اف 1 3 واف 1 2. تعال نشوف احنا محتاجين كام ان. محتاجين هنا اف 1 2 اهي، محتاجين اف 1 3 ماشي. محتاجين ايه كمان؟ محتاجين اف 1 2 خلاص دي جبناها. محتاجين اف 2 3 ماشي. محتاجين كمان اف 1 3 اف 1 2 كتبناهم، اف 1 2 اف 2 3 كتبناهم، واف 3 2 واف 3 1. مش دي كده كل الافات اللي احنا محتاجينهم؟ تعال نشوف بقى اجيبهم منين. اول حاجه نكتب ان ايه اف 1 1 زائد اف 1 2 زائد اف 1 3 بيساوي 1، واف 1 1 بكام؟ بزيرو، لان سطح 1 ده فلات اللي من فوق ده اللي هو من تحت كده في الاسطوانه هيبقى عامل كده، ده كده مش حاجه تطلع منه وتنزل له هو كمان تاني، فاف 1 1 بزيرو. يبقى اف 1 2 زائد اف 1 3 بيساوي 1. طب ايه فيهم اللي ممكن يجيبه من الشرط؟ ده من الشكل ده كده هيبقى اف 1 3 بيساوي 1 ناقص اف 1 2. اف 1 2 دي من فوق لتحت ليها تشارت اللي هي ايه؟ اهي. تمام كده؟ التشارت دي فانكشن في الار 1 والار 2 والال. هو هنا في السؤال كان مديك ان ار 1 هي الار 2 هي ال، اللي هم كلهم بواحد. فالاكس اكس اللي هي ال على الار 1 الريشيو دي بكام؟ الريشيو دي بكام؟ بواحد. والشارت اللي في النص دي اللي هي ار 2 على ال اللي هي بواحد برضو على واحد، فهي بواحد، فيبقى تطلع من هنا بواحد وتقطع الكيرف اللي هو بواحد، تقطع من هنا كده تخش تقراها كام؟ هتبقى تقريبا 0.38. فدي كده هيطلع معاك ان دي كده اف 1 2 دي ب 0.38، معنى كده ان اف 1 3 بكام؟ ب 1 ناقص 0.38 اللي هي 0.62. فانت كده معاك اف 1 3 ومعاك اف 1 2، اف 1 3 واف 1 2. تعال نشوف اف ايه 3 1. ما هي 3 1 دي ممكن نجيبها ازاي؟ اف 3 1 في اريا 1 هي اريا 2 في اف 3 2.
احنا عايزين نجيب اف 3 1، فتبقى اريا 1 او اريا 3. في اف 3 1 هي اريا، يعني اريا 1 في اف 1 3 هي اريا 3 في اف 3 1، واحنا جبنا اف 1 3 اهي 0.62، وانت معاك كل اريتين تجيب بيها ايه اف 3 2، اف 3 1. اف 3 2، اف 3 2 دي هتجيبها منين؟ اف 3 ها ورايح على 2، تجيبها منين دي؟ مش انت عندك ان اف 3 1 زائد اف 3 2 زائد اف 3 3 بتساوي 1، صح كده؟ اف 3 1 دي معاك. طب ما هي اف من 3 لـ1 هي اف من 3 لـ2 بالسيمتريك، صح؟ يعني لو انت جبت دي كده هنا، فالفاليو دي هي الفاليو دي. يبقى انت معاك دي دلوقتي ومعاك دي دلوقتي، نجيب بيها ايه؟ اف 3 3 كمان. يبقى انت كمان جبت ايه؟ لا احنا لسه ناقصلنا اف 3 2 واف 2 3. ماشي يا عم سهلة، انت جبت لي هنا اف 3 2 تبقى اريا 3 في اريا في اف 3 2 هي اريا 2 في اف، تمام كده؟ بس وانت معاك من دي، معاك دي اللي هي ايه، ومعاك الاريات، تقوم جايب بيها ايه اف 2 3. انت كده كمان معاك اف 3 2 واف 2 3، معاك الاثنين دول. انت معاك كل الفي فاكتور. انا بس كنت بقول لك ده تجيب الفي فاكتور اللي احنا عوضنا بيه بالقوانين دي.